تنطالبوا من السيد المندوب يعطينا واحد واحد توضيحات على السيد. يقول لك انتوما ملي جينا حنا تنشكاو كنقول لي سيدي حنا خدامين وفي المارشي وكندفعوا قانونيين وخدامين مع السيد قانونيين وكنبيعوا، وها اللي شيفخ اللي دخلنا وها اللي درنا وها اللي شاط اسمه، وهاد الناس راه خلصونا ثمن السوق السوداء ب 10 دراهم. ملي جينا عند السيد المندوب قال السيد المندوب انتوما بعدا كما قانونيين كما مدخل كما مرولين في الفليك، وهذوك الفليك ما كاينش الفليك اللي مرولين، هذيك فلوكه بعدا هذيك فلوكه بعدا ما مرولياش اللي تيقول لك هو اسمه، ما مرولياش الناس. علاش الفلوكه ما عندهاش قانون ما مرولياش الناس تبحر، وانا انا اللي تان نمشي نبحر يخليوني نبحر، وملي نبحر يقول لي لا تحقق ما عندهاش قانون، وقال لك سيدي غندفعوكم للمحكمه وتمشي للمحكمه، والمحكمه غتمشي عند السيد الوكيل ويدير لك السيد الوكيل، لان المحضر ناقص في ان انا كنتسلى السيد فلوس. انا غنمشي غادي نمشي للمحضر غنمشي عند السيد الوكيل وكيل الملك، السيد وكيل الملك غادي يدير لك عدم تخصص، غادي يدوزني عاد القاضي الجلسه، قاضي الجلسه غايدير لي عدم تخصص، غايدوزني محكمه استئناف للعيون وسير للعيون، وانا دابا واقف ما عنديش ما ناكل، ومشينا نبقى ندير في هذه الاجراءات هذا، وهذا السيد المندوب عنده حق باش يوقف ديك الفلوكه دابا ويعطيني حقي، ودابا كيدير لي انا بحال هكا كيقول لي ماشي سميتو، وحنا ما تيستقبلنا تيقول لنا سيروا لهيه، وكيستقبلوا موالي الفليك، كيقول لهم هاد الناس راه ما عندهمش قانون، راه ما يسالكم حتى حاجه، وكنطالب توضيحات وكنطالب السيد الوالي والسيد عامل جلاله الملك على الاقليم والذهب يدخلوا في هذه المساله ويشوفوا هذه النزيله، حنا راه تنموتوا بالجوع، انا قسما بالله العظيم امام عشي وما فاطر ولحد الساعه باقي واقف وما عنديش درهم ما ناكل، ومول الفلوكه كلاني في 10000 درهم، ما جاني 13500 درهم، عطاني 3500 درهم، وكان هو 10000 درهم، وقال لي سير فوت الوكيل اللي سير وخا تفوت الرباط وعاش الملك، وحنا تنطلبوا من سيدنا يتدخل ويشوف الناس الطبقه المعوزه راها كتموت بالجوع وراها كتعاني، وكاينه لوبيات هنا، كاينه لوبيات كتبيع وتشري في البحري، كتبيع وتشري في البحري، لوبيات كتبيع وتشري في البحري، كيبيعوا ويشريوا فيه بحال الدجاجه بحال البهيمه بحال والو ما نعرف، سير كيجي هذا يضلق فيك هذا وهذا يضلق فيك هذا، ومول الفلوكه تيدخل 20 مليون 15 مليون ويعطيك حتى واحد 6000 درهم ولا 5000 درهم، وشي يعطي منا لهذا ويعطي منا لهذا ويعطي منا لهذا، وحنا حنا اللي كنضيعوا وحنا اللي كان سميتو. وجلاله الملك الخطاب الاخير مؤخرا ديال 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 ديك عيد المسيره في الخطاب في العيون قال لهم الثروه من اجل الشعب، ولا الثروه من اجل سعاده المندوب ومول الفلوكه ولا مارين مارشون ولا مارين رويال، وكل شيء كياكل والبحري اللي كيتكال وكل شيء منين تيتكال من دار البحري باش تمشي لي 40 درهم 45 درهم في الكيلو كتمشي ليه، وكتمشي تفرق من هنا وتفرق من هنا وتفرق من هنا، والبحري اللي كيضيع ولا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. من هذا المنبر جلاله الملك باش يتدخل في هذه النزيله، لان هاد الناس صعاب ما قدينا عليهم لا حنا لا حتى واحد ما قد عليهم، لا صحافه لا كتابه لا والو، وكنتوجه بهذا النداء لجلاله الملك، هاد الناس هنا راه لا حول ولا قوه، كيستغل لي البحري راه ولا عبد، البحري ما بقاش بنادم ولا عبد عند الناس.